السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد خسارتك يا شيخ في شيئين. سل. السؤال الأول، في كلية احنا طبعا نتعرف ان الكليات مختلطة وكده. ها. بنعمل جروب نعمل فيها مشاريع، فالاختلاط بيننا بيكون بين البنات، فبنتكلم مع بعض يعني وبنقعد مع بعض وكده عشان ننفذ المشاريع دي. ايه فتواك في هذا الموضوع؟ حافظ على نفسك قدر الاستطاعة وكن وقورا وراقب الله. تمام. بارك الله فيكم.